انت قايل في شوية مصاري هدول حبية رح تدفعهم منك. طبعا جاهزين. بس عفوا منك، يعني انت شو بتشتغل بالضبط؟ انا ابو الورد ملك تصليح الساعات هون بالمنطقة، يعني اي ساعة ما تصب على ابو الورد ابدا. يعني مشان ما يضايقكم انا بطلع من الصبح برجع باخر الليل، يعني فيكم تعتبروا انه انا هون فقط للمنام. يعني ابو الورد يعني دائما عالثانية عالتكة عالدقيقة ما نمت وبس. وكمان ابو الورد موسيقي بيعزف عود، فنان على كيفكم. السبتي فافت موسيقي كمان؟ يعني من قريبه هيك حفلات عالدقيقة. آه. يا حبيبي ناقصه الفن لأنه شو يا جماعة؟ نتكل على الله ونكتب العقد؟ ايه وانا مع رأيي اخي ابو ايمن المحامي الشاذ الصديق. شو رايك ابو الولد اتكلنا على الله؟ الله يقدم لك فيه خير. يلا افتح الشنشن شنشن. يلا اكتب أبو فؤاد إنه مش الحال دغري اجيت لعندك لأفهم منك. والله يا سميحة عينته الرجال ابن حلال هيك وتحسيه بحاله، يعني وهو قال لي إنه أنا ما رح يكون إلي سئلة عنده إن شاء الله. والولاد دخلك شو كان رأيهم؟ يعني لهلأ ما حكوا شي، بس سامر بتحسيه هيك ها مكركب، بس لهلأ ما سعوا شي. ها ستي بكرة بيتعودوا، المهم هو يكون ابن حلال وما يعملكم مشاكل. هو لهلا مبين عليه انه ابن حلال، وبعدين قال لي جوزي انه هو زلمه قربان واولاده برات البلد، يعني وحداني ما له حدا. حلو. والله هيئتك انت اللي بدك تعمل مشاكل يا سامر. ماني طايقه. ايه والمعنى؟ المعنى بدي طفشه، لك بدي قلعه، بدي اياه يفرقنا بريحه طيبه، لو شو ما كلفت القصه تكلف. رجعنا لك سامر. يا اختي المحبه من الله، ما حبيته، ما هضمته، لك ما نزل لي على معدة، لك ما بهضمه لو بشرب بعده معمل كولا. بعدين شو دخلك؟ ليه عم تتدخلي بقصه مالك علاقه فيها؟ انا قصدي انا لك افرقينا وحاجه لك. أنا يا كلب الورد أمي رح تجوزي أبو الورد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمل شوية الكابوسات. لا أنا لازم أقلع هاد الزلمة برات البيت فورا. شفت قدك حدا بيعشق النوم. ماما يا ماما يا ماما قوم حبيبي قوم. سامر شوفي امي. شو شوفي؟ قوم خلصني. اختك من الصبح راحت على الجامعة وانت لهلا بتفوت قوم روح على شغلك. امي مالي رايح على الشغل. وليش مانك رايح على الشغل؟ لك امي شبك شبك ما نمت طول الليل. ليش ما نمت كل الليل؟ فهمني. شو بيعرفني امي من القرص؟ قرص؟ لك امي والله ما بعرف، المهم اليوم ماني رايح الشغل. بالله او ليش بقى؟ لك يا امي مو جاي اليوم هذا ابو الورد بده يجيب اغراضه، كيف بدي اترككم لحالكم بالبيت وانا رجال البيت الوحيد؟ ايه والله مزبوط، معناها قوم لحق افطار قبل ما يجي. ايه لا تاخر.
يا امي لاحق بس لا تروح الرعبه. لك انت ام انت خاله مرتب. اليوم هذا جاي ابو الورد، لك كيف بدي طفشه لهالزلمه؟ علي الحلال اكثر منه لزق ما شفت ولا عيني رايت. صباح الخير. اهلا وسهلا اخي ابو الورد. اهلا وسهلا بالملي. قلت يعني بيجي بكير بحط هالكم غرض هون. ولا يهمك، شو علي؟ اهلا وسهلا تفضل. طيب ايه عمي ركز ركز شبك ركز. حبيبي الله يرحمك. انا غراب. هلول هلول انت شاب لسا كلها بسرعه شوي. لو اذا شاب روح يا امي يا امي مالك شوي. ولا يهمك ولا يهمك. العود ما خلي حدا يقرب عليه لانه هو المستقبل والحب الاول والاخير. الله يخلي لك يا لك. ايه عمي ايه؟ الله يسامحك الله يسامحك على الاستفهام. حطهم شباك. تعبت؟ لا ما تعبت. ليش في شي بيتعب ابو الورد؟ شو شباب هالايام هاي؟ بدك شي تاني؟ اذا بدي شي لك ايه بدي ادير خاطرك. سامحكم يا أولاد. بسيطة، خلوني اشتري غرفة هيك بآخر هالزمن مع عائلة بعد هالكبرة جبنة حمرة. بس شو عليه؟ يلا ما بقى من العمر أكثر ما بطل. ما أضل غيرك يمكن كأني لمحت في حدا تاني. السبت فات والحد فات ومعد حبيبي يوم الثلاث. شوفي يا مو هذا الزلمه مجنون. ليه ابو الورد لسه هلا اجى لعنا؟ قلي له يتركني بحالي يا مو. قلي له يتركني بحالي. لك شو شفت منه حتى يتركك بحالك؟ شوفي. نعم ايه قسما بالله ما اشوف منه شيء. ما بتتخيلي شو ممكن ساوي. انا فايت على غرفتي ارتاح هلكني. ها بس انت لمين طالع؟ ها لمين طالع؟ بس بدي افهم لمين طالع هالشقاوه كلها منين جايبه؟ يا مو بجوز تكوني متوحمه على غشال قولت جوز خالتي ابشيني. روح وعلى ابو الورد وعلى الساعة اللي خلت لكم فيها. سي لا بالنهار ما بزبط.
السلطنة بالليل إذا جن ليلى فرص له هسه بلاها خلص من هلا. أحسن شي هلا نعمل لنا كاسة شاي بكروك رجع. الله وكيلك يا أختي، من وقت ما إجا فات على هالغرفة لا فوتة ولا طلعة. هيك أحسن، لشو طلعته وفوتته؟ أختي وكل شوي ما بشف لك يا غير ماسك لك هالعود ونازل لك على عزف شي لعبد الوهاب أو شي لعبد الحليم أو شي لعبد المطلب، ولك ويا ريت صوته حلو لك على الواطي وشي بيقرف، فكيف إذا كان على العالي يا لطيف. ودخلك معه كتير غراض؟ ايه غراضه يعني معه عدة مطبخ وغاز صغير يمكن مشان ما يطلع ويفوت ويزعجنا. والله باينتو هالزلمة مزوق. بس اختي في شغلة عم تحكوش ببالي. ها شو هي؟ انه هالزلمة ما بيفوت على الحمام. بتعرفي من اول ما اجا لهلا ما فات على الحمام. ابصر اختي ابصر. يا معقول هالحكي؟ والله غريبة. بتعرفي بس أنا خايفة من شغلي. شو؟ من سامر. ليش شبه هو التاني؟ عمل شي جديد؟ لك ما عمل شي بس أنا خايفة يعمل شي جديد، فهمتي علي؟ والله معك حق. هيك خلاص الزلمة كتب العقد وسكن عنا، يعني ما بقى فيك تساوي شي. ايه قسما بالله العظيم ماني مخليه هون لو شو ما صار يصير. لك زعجك بشي؟ دايقك وجهلك شي ساعة؟ لك مجنونة انتي مجنونة؟ ابي استرجي علي ما علي لسي حليب امه اللي رضعته اياه. لك يا سامر من لما فات لهلأ ما ساوى شي ما ساوى شي، يعني الزلمة عارف حاله ساكن عند عيلة مشان هيك حابس حاله بغرفته وقاعد. لك انا ما بخاف غير من هدول العالم، لك هدول العالم انجاس وسخين، لك بيتمسكنوا حتى يتمكنوا.